مشكلة. هذيك هي ديرو كابتشر هذه ومن بعد بون. على السريع على السريع نعاودو، واش قلنا؟ قلنا انه كاين قوة تؤثر، قوة جذب الأرض، يعني الأرض راه تجبد في القمر الصناعي، صحيح؟ قوة جذب الأرض للقمر الصناعي، قلنا تكتب من الشكل الجي اللي هو ثابت التجاذب الكوني، عطينا القيمة نتاعها مع الوحدة، دوك نشوفوا بعد كيف نخرجوها. فالكتلة نتاع الأرض في الكتلة نتاع القمر الصناعي مقسومة على نصف قطر المسار، وفهمتكم بلي نصف قطر المسار يتكون إلى سميناه، هذا هو نصف قطر المسار، كانت تسمية أخرى إلى سميناها هذا آ، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو RT اللي هو نصف قطر الكرة الأرضية، و H ارتفاع القمر الاصطناعي عن سطح الأرض، إذا A تساوي H زائد RT. هذه حفظوها مليح هكذا. وأيضا قلنا نستعمل معلم فريني في الحركة الدائرية، قلنا احنا نهتم فقط في الشعاع الناظمي، لان القوه هذه تكون فقط على الشعاع الناظمي، كتبناها على شكل عباره شعاعيه، خلينا هذه القيمه هذه وكتبناها في الشعاع الناظمي ان، وتكون كان بعض المصادر تستعمل يو ان ولا كان يستعمل هكذا. من بعد قلت لكم حبينا نطبقوا قانون ثاني نيوتن، قلنا اول شيء لازم نحدوا المرجع الدراسه نتاعنا، يا اخي قلنا جيو مركزي نعتبره جاليليان، قلنا علاش نعتبره جاليليان؟ لأنه في حالة، إما يكون في حالة سكون، إذا كانت هذه التي صغيرة بزاف 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 على العام، يعني تي فتحة يعني دوران الأرض حول الشمس، يا أخي في عام هكذا، أو تكون تحركت شوية، هذيك التحرك تاع شوية نعتبره، باش تفهموني شنو راني قاصد، غادي نديو هذه مثلا، نقولوا الأرض تحركت هذه، راح ندير لكم زوم هذا. وش راكم تشوفوا فيها الآن؟ هذه ماشي عبارة عن خط مستقيم ولا قطعة مستقيم، واو هذه واش قصدت قبيلة بالحركة المستقيمة المنتظمة، يعني الكرة الأرضية الضربة الأولى كانت هنايا، وكي القمر الصناعي دار دورة، يعني هي راحت لهذا المكان هذا، وبما أنه صغير بزاف نقدر نعتبره باللي حركة مستقيمة منتظمة، سي بون عليها نعتبره عطالي. ومن بعد قلنا نحدد ثانيا، نحدد الجملة نتاعي اللي هو القمر الاصطناعي نتاعي اس. الآن قلنا بتطبيق القانون الثاني نيوتن، عندي مجموع القوى الخارجية تساوي ام في الشعاع التسارب. الآن واش عندي؟ نسمي وشكون هي القوى اللي راح تأثر، اللي هي الجذب الكرة الأرضية للقمر الاصطناعي، اللي هي اف تي على اس، لازم نكتبوها بشعاع، واش تساوي ام ا. هنا يا جماعة الخير معليش نخليوها، ممكن نديرو ان ماشي مشكل، علاش؟ لأنه عندي تسارع واحد اللي هو التسارع الناظمي، معليش نخليوها كما هكذا. من بعد قلنا رابعا، ولا رابعا هذه ثالثا، بالإسقاط على معلم فريني، قلنا معلم فريني عنده محورين، محور مماسي ومحور ناظمي، يا أخي كي الإكس هو المماسي وإيكراك هو الناظمي. قلنا بالإسقاط على معلم فريني، بما أن الحركة نتاعي راح تتم فقط على المحور الناظمي، يا أخي كدرنا الإسقاطات، كديروا الإسقاط هذا راح تلقاوه منطبق على الشعاعان، كي يكون منطبق يعني نقلعوا مباشرة الشعاع نتاعي اف على اس تساوي ام، والشعاع هذا الناظمي صح، ممكن من الأحسن معلش نخليه هكذا كنديروا لها إسقاط على كذلك المحور الناظمي راح تعطينا ام. الآن يا جماعة اف تي على اس كي نجيو نعوضوها واش هي؟ هي جي ام تي ام اس على ار مربع تساوي ام، هذا ان، يا اخي فهمنا باللي ان كل جسم يدور ولا يتحرك حركة دائرية منتظمة فإنه يكتسب تسارع ناظمي، يا اخي قلنا هو مربع السرعة مقسومة على نصف القطر. من بعد يا جماعة الخير واش راح يصرى؟ نختزلوا هذا مع هذا، وهذا ام اس، نختزلوا هذا مع هذا، نسميه هنا ام اس، هنا ام اس، واش يبقى لكم؟ يبقى لكم ان في مربع واش يساوي جي ام تي على ار. كي نحبوا نقلعوا هذا المربع راح نديروا جي. لاحظوا معي، بما ان الجي هذا ثابت التجاذب الكوني ثابت، وكتلة
الأرض ثابتة ونصف نصف قطر المسار هو ثابت، إذا هنايا راح ديروه باللي في يساوي كونس. هذا فاش تحتاجوها جماعة الخيل، يقول لك بين أن حركة القمر الصناعي دائرية منتظمة. دائرية كيف تشرحوها؟ تقول له باللي مسار دائري وهذه منتظمة، لازم تبين باللي أن السرعة ثابتة بالقانون الثاني نيوتن. إذا أنتم قادر بسؤال وش يقول لكم، بين أن حركة الجسم ولا حركة القمر الاصطناعي دائرية منتظمة، تفوتوا بالقانون الثاني تاع نيوتن إلى آخر ما توصلوا ل V وتبينوا له باللي V ثابت. كي نقولوا V ثابت والمسار دائري، إذا حركة دائرية منتظمة. سيبون جماعة الخير، واضحة ياك؟ الآن واضحة وي. نحب نحسب تي. تي واش تساوي يا جماعة الخير؟ يا أخي قلنا محيط الدائرة اللي هو دو تي ان مقسومة على في، نعوضو في من هذا القانون، وش هو؟ جذر جي ام تي على ار. ممكن هنايا نزيدو نبسطو لما كان لا، معليش نخليوها كيما هكذا، ولا ممكن نربعو الأطراف، نحتوي لكم أربعة تي مربع ار مربع على جي ام تي على ار. كي نطلعو الار من الفوق راح تولي لكم 4 بي مربع ار مكعب على جي ام تي. هذه دوك ان شاء الله من بعد كي نوصلوا قوانين كيبلر راح نعاودوا نزيدوا نرجعوا لك. اما فيما يخص تطبيق قوانين نيوتن، هذا مكان، وهذا هو القمر السمين، يبقى لنا فقط قوانين كيبلر. الحصه الجايه نزيدوا نحكيوا عليه. بس كو واضحه يا جماعه الخير؟ واضحة وي. واه واضحة أستاذ. بون، انا واش راح ندير لكم؟ ان شاء الله نوقفوا البث هنا لان راني مشغول شويه. راح دوك من بعد نحط لكم الحصة كامل، صح نوقفوا التسجيل، وماذا بكم تعاودوا تراجعوها.